بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، شلونكم؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. طبعا راح أبدأ أسجل وياكم محاضرات الباراسايتولوجي، محاضرات عن الطفيليات وبالتحديد محاضرات الكورس الثاني. طبعا كنا نعرف ملازم الدكتور محمد، ملازم سهلة، استعداد قليلة، معلومات مهمة، ويركز أكثر شيء على الكلينيكال فيتشرز، إنه إذا جالك هذا الشخص infective بهذا الطفيلي شلون راح تظهر الأعراض عليه وشنو الأعراض اللي راح تظهر عليه. وكذلك جبت لكم أسئلة، هاي الأسئلة مأخوذة من نفس المصدر، وكذلك ركزت شفت إنه هواية أسئلة أجت بالمد أجت بالشهري من هذا المصدر. أوكي، فكل ملزم إن شاء الله راح أخلي هاي الأسئلة من مصدر عن هذا الموضوع ونحلهن سويا. اليوم عندي موضوع مهم اللي هو اسمه ترايكونيلا سبايرالس. ترايكونيلا سبايرالس هذا في الطفيلي او في الدودة ورم. عندي معلومتين قبل لا ندخل بتفاصيل تعرفونها منها سكتبون هنا نعمها. اول معلومة انه هي من النيماتويدز، انه هي منين؟ من النيماتويدز. اوكي، شنو النيماتويدز؟ النيماتويدز عرفناها انه هي ثريد لايك ورم، ديدان تكون بشكل خيطية او راوند. اوكي، هاي اول معلومة. المعلومة الثانية انه هي راح تصيب للسكليتال موسلز، الموسلز اللي موجودة بالجسم هي راح تصيبها، بالتحديد السترياتد موسلز مو السموث موسلز. من يجيلك انت خليها ببالك. هسه هنا طلعت بمعلومتين، معلومة انه هي من النيماتويدز، هاي اول معلومة. المعلومة الثانية انه هي تصيب للموسلز. يجيلك سؤال منو من الورم تصيب للمصص، تركض له على ترايكونيلا سبايرالس. زين، نقول بسم الله ونبلش بتفاصيل هاي المحاضرة. هنا نعدي كإنترودكشن، كمقدمة بسيطة عن هاي الدودة أو هذا الطفيلي. ترايكونيلا سبايرالس هي تشو نيماتويد، وبالتحديد تشو نيماتويد المسكولر تشو. يعني وين تروح لي؟ تروح للأنسجة العضلية، يا عضلات، العضلات الهيكلية. أوكي، السبب لفد مرض causative agent of trichinosis، هذا مرض كل شائع بأوروبا وشائع بأمريكا. زين، وهسه راح نعرف ليش، راح أفصلها لكم بالتفصيل ليش. شو اسم المرض مالته؟ trichinosis. زين، ليش سموها بهذا الاسم؟ ليش سموها trichinella؟ ليش سموها trichinella؟ ليش سموها trichinella spiralis؟ شنو معنى spiralis؟ أوكي، نفصلها تفسير. أول شيء trichinella مشتقة من انه يعني قالوا لها انت ترايكونيلا لان هي من سايز اوف ذا ادلت، الادلت البالغ من عندها دودة البالغة راح تكون من سايز، راح تكون دقيقة بالحجم. اوكي، فاذا نفصلها اكثر، ترايكوس معناها شعر، يكون بشكل شعرية. تمام، الا هاي الا في السفكس في النهاية تنحط للكلمة للتصغير فور ديمينيتيف، حتى اصغرها بعد اكثر. زين، هسا عرفنا معنى كلمة ترايكونيلا انه هي هير لايك وايضا مصغرة بعد اكثر. زين، سبايرالس شنو معنى سبايرالس؟ احنا ممكن نصيب له بالمسلز. زين، يقول لك اللارفا مالتها، اليرقة مال هاي ترايكونيلا سبايرالس راح تكون بالمسلز بالعضلات، الشكل الابيرنس مالتها سبايرالي كويلد، سبايرالي حلزونية وملفوفة. اوكي، مثل السبرينج حلزونية وملفوفة، راح نشوف عليها صور. تمام، فلهذا السبب لان هي ملفوفة بشكل حلزوني، الابيرنس مالتها راح يكون حلزوني، فسميناها سبايرالز، ولان هي تكون صغيرونة سميناها ترايكونيلا. زين، اذا بهذا السلايد اخذنا معلومات مهمة. اول شيء يعني كانترودكشن انه هاي اللي هي ترايكونيلا سبايرالز تشو نيماتويدز. زين، تسبب لي ترايكينوسيس. اوكي، ليش سميت بهذا الاسم؟ لان هي دقيقه بالحجم كلش. ليش سبايرالس؟ لان تكون اللارفا مالتها بالمسلز راح تكون شنو؟ سبايرالي كويلد ابييرنس، يعني ملفوفه وتكون بشكل حلزونيه. زين، اجينا للاناسه للترايكينوسيس. الترايكونوسيس هو المرض اللي سببه الترايكونيلا سبايرالس. الترايكونوسيس is recognized as an important pubic health problem، يعني يفد مشكلة كلش شائعة وكلش مهمة، يعني مشكلة صحية كلش شائعة وكلش مهمة. وين؟ in Europe and America، بأمريكا. ليش؟ هسه نعرف السبب.
بس يقولين but as much less common بس هي كلش قليلة كلش قليلة وين in the tropics and oriental countries يعني بالبلدان مثل ما نقول العربية أو بالبلدان الشرقية oriental countries راح تكون كلش قليلة ليش لأن ال optimum host أو الهوست النموذجي اللي تموت عليه هاي التراكن الاسبيرالز هاي الدودة هو الخنزير أوكي الله سبحانه وتعالى كمجتمع عربي كمجتمع إسلامي حرم علينا أكل لحم الخنازير ومثل ما قال في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير صدق الله العلي العظيم فحسب هاي الآية ومثل ما احنا شنو احنا مجتمع إسلامي ما ناكل لحم الخنازير لذلك راح تكون بالمجتمعات الإسلامية بالمجتمعات العربية الإصابة بهذا المرض كلش قليلة بينما تشوف أوروبا أو تشوف أمريكا راح تكون الأعداد المصابة بالترايكنوسز كلش هواية لأن يعتمدون بأكلهم على لحم الخنازير أجلكم الله زين هسه عرفنا السبب ليش هي قليلة بالبلدان العربية وليش نادرا ما نشوفها بسبب تحريم لحم الخنازير لأن الخنزير هو الأوبتيمم هوست فور ذيس باراسايت زين هاي الهابت اسال عفوا هنا هذا السلايد نفسه معيود هنا تمام الهابت يعني الدودة وين راح تكون موجودة اوكي راح تكون موجودة بالسمول انتستين اول شيء هي تنتقل عن طريق الاكل اوكي شخص اكله لحم خنزير هذا لحم الخنزير راح يكون مصاب بشنو راح يكون مصاب بهاي الورم اوكي راح تخترق وين راح تروح تدخل ماوث اذا في غاز ستومك بالسمول انتستين تحديدا بالدودنام مجدنام راح تخترق لي الميكوزا مال السمول انتستين وتعبر لوين تروح لي للمصلز وبالمصلز ايش راح يصير بيها راح يصير بيها سيست راح تغلف فت كيس تمام وراح تبقى مشودرة وين مشودرة بالمصلز زين ورا ما مشودرة المصلز اكيد راح تسبب له اذا تاكل بالمصلز سبب لي مصلز بين سبب له هواي هواي شغلات يعني يجوز يصيب القلب وسبب لي مايوكاردايتس التهاب بعضلات القلب يجوز يصيب البلاد فيزلز يجوز يصيب هواي يعني هواي شغلات راح تصيبهن وبالتالي تنطيني اعراض هواية بس يقلك هي بالتحديد 18 الى 20 شهر وبعد راح تتكلس وتموت وتنمحي اوكي او تظل موجوده متكلسه وين متكلسه بالعضلات مال الانسان او مال البيك الخنازير فنقرا الحكي اللي موجود هنا انا يقول لي ادلت وورمز الدوده البالغه لايف ديبلي بيرنت ان ذا ميكوزا اوف سمول انتستين الميكوزا مال سمول انتستين اللي هي اول طبقه من طبقات الوول مال السمول انتستين راح تجي هاي الدودة تخترقها تمام تخترقها بالتحديد منطقة الدودنام الاثني عشر ومنطقة الجوجنام منو الحيوانات او منو الاشخاص اللي راح تصيبهم راح تصيب الحيوانات البيكس اللي هي الابقار البير الدبابة الرد الجرد وكذلك راح تصيب للانسان نقدر نقول مين نقدر نقول هيومن اوكي فذني مهمات انه هي راح تصيب لي ذولة الهوست مالتها عشرين لان مهمات اوكي راح تخترق لقينا راح انجستد تنهضم بعدين تروح لوين تروح للسمول انتستين اوكي تخترق لي الابيثيليوم وتروح للديبلي يعني تدخل بالابيثيليوم وبعد وين تروح شوف شو يقول لي اذا انسيستد لارفا اللارفا راح تكون انسيستد حلو انسيستد هاي كلش مهمه خلوها ببالكم انسيستد اللارفا ايش راح تكون بيها سيست بيها سيست مثل الكيس The encysted larvae are present in the striated muscles of this host الهوست إذا كان بيك إذا كان بير إذا كان رت اللي هو الجرد إذا كان من يعني هيومن راح تكون الانسيستد larvae اللي هو الطور المصيب راح يكون بالstriated muscles بالعضلات المخططة أو العضلات الهيكلية وبعد يقول لي فد معلومة إنه هاي التراكنيلا سبيراليس there are no free living stage ما بيها فد ستيج من حياته راح تكون فري حره ما راح تصيب اي واحد لا لازم تصيب هي تعيش على ما تعيش على المصاص تشو فلازم لازم لازم تروح لازم اك هوست
حتى شنو؟ حتى تستوطن بهذا الهوست وتستوطن بالعضلات مالته. اذا هي ما بيها فري ليفينج ستيج، بيها شنو؟ بيها انفكتيف ستيج، ستيج مثل ما نقول طور معدي او ممرض. كمورفولوجي كشكل، كشكل هاي الدوده او الورمز يقول لي هي سمول وايت ورم جاست فيزبل، دوده صغيرونه بيضة بس تقدر ان نشوفها بالعين المجردة. هاي معلومة مهمة، نقدر الدودة هاي نشوفها بالعين المجردة. زين، الميل راح يكون 1.5 مليمتر طول الميل، 1.5 مليمتر. الفيميل راح تكون 3 مليمتر. ليش الفيميل اكثر؟ لان الفيميل هي راح تكون مسؤولة عن شنو؟ راح تكون مسؤولة عن انتاج اللارفا اليرقات وطرحهن وين وتطرحهن بالمسلز. اوكي، الميل بيفت خصيصة أو فد سبيشال مثل ما نقول بارت اللي هو أكيد مسؤول عن الكابوليشن، عن عملية التزاوج وغيرها. فالposterior end of the male has a pair of pear shaped، يعني مثل ما نقول كمثر الشكل، الشكل العفو بزوجين من شنو؟ من البابلي، من البراعم. هاي البراعم تكون كمثرية الشكل. زين، شو نصيح لها؟ نصيح لها clasping papillae. معنى كلمة clasping إنه هاي البراعم راح تشلب، أوكي؟ هاي البابلي، بابلي معناها براعم، هاي البراعم راح تسوي راح تشلب. زين، ورا ما تشلب، تشلب شنو؟ تشلب بالفيميل حتى تصير عند عملية التزاوج. زين، شوفوا يا هنا الصورة، إنه هذا الأدلت male adult of trichinella spiralis. أول شيء الطول قلنا ما تجد راح يكون، راح يكون 1.2 إلى 1.5 مليمتر. Without spacule، spacule اللي هو كان مسؤول عن عملية التزاوج، لا أنا ما عندي spacule، هنا أنا عندي ذني، ذني اللي نصيحة للبابلي. جاي نشوفين هنا عندي زوج من هاي البابلي، يعني اثنين، حلو. بس شنو عندي؟ عندي conical papillae بالposterior end، هاي posterior end، هاي anterior end. بالposterior end راح ألقى هاي conical papillae، أو شنو سميناها؟ clasping papillae. فد براعم أو فد بروزات، هاي البروزات شبين راح تشلب بالفيميل. زين، نحن كذلك هاي مهمة، هاي أشوها إلية اللي اسمها شنو؟ اللي اسمها أو يقول لي الفيميل ورم is viviparous. شنو معنى كلمة viviparous؟ إنه الفيميل عن طريق عملية التزاوج راح يصير عند أو بالرحم مالته راح تنضج منه اللارفا، اللارفا اللي هي اليرقات، وبعدين الفيميل راح تطرح هاي اليرقات. حلو، مثل ما نقول مثل الولودة، هاي الفيميل راح تكون ولودة، انه هي عن طريق عملية التزاوج ميل وفيميل، هاي الفيميل عتها رحم، تمام، يوترس. هذا الرحم مش راح يكون بي، راح يكون بي لارفا بدل البيض، بدل البيض احنا متعودين اكو بيض اكس، لا هنا انا عندي لارفا، هاي اللارفا راح تكون اعدادها هوايه. بعدين هاي الفيميل راح تطرح اللارفا وين؟ بالسموث مصل، او تطرحها بالسمول انتستين وغيرها، وهي النذني الانفكتيف، النذني المعديات. فالفيفيباروس معناها انه اكو عند الفيميل، هاي الفيميل راح تكون ولوده وتولد لي شنو؟ وتولد لي يرقات، هاي اليرقات راح يصيب لي جسم الهوست. هنا تقريبا نفس الحكي عادي، يقول لي the adult of trichinella spiralis a small، يكون صغيرون و white worm، دودة بيضة just visible، اقدر انه انا اشوفها visible to the naked eye، بالعين المجردة تقدر نشوفها. هنا نأشر هاي، خاف تجي كام سكيو. شنو يقول لي؟ يقول لي is one of the smallest nematodes infecting humans، هي واحدة من أصغر النيماتويدز، من أصغر هاي المجموعة والسلالة من الباراسايت اللي هي النيماتويدز اللي راح تصيب لي الهيومنز، الإنسان. إذا منجيب لي مثل 3-4 من النيماتويدز، حلو، وأنا أخلي بالي إنه أصغر واحدة بيهن هي تراكينيلا سبيرالس، ويقول لي بالسؤال منو one of the smallest nematodes infected humans، تجي بالي قبل منو؟ تراكينيلا سبيرالس. زين، إن أنا هاي المعلومة نفسها قلنا the female worm is viviparous. شنو viviparous؟ يعني أكو عندي female وأكو عندي male راح يتزاوجون، والfemale راح تكون ولودة وراح يكون بداخلها uterus، وهذا uterus راح يحويله على شنو؟ راح يحويله على
لارفا. فيقول لي discharge larva instead of eggs، يعني راح يكون عندي لارفا يرقات، وهي هاي اليرقات تنفصل او تنطرح او تنولد من الفيميل بدال الايجز. احنا متعودين باللي كنا ناخذ ان هي تطرح لي ايجز، لا هنا راح تطرح لي شنو؟ راح تطرح لي لارفا. هاي اللارفا راح من تروح للمسلز، خلوها ببالكم هسه راح احكيها انا بالاستعدادات اللي جايه، بس خل هنا ما دام هو ذاكره. اقل اللارفا اليرقه من راح تروح للمسلز راح تصير انسيستد. انسيستد معناها شنو؟ يعني تفاعلها ويا المسلز تشو، من راح تدخل المسلز تشو راح تتفاعل، فالمسلز تشو راح يحيطها بفتكيس، تمام؟ فتكيس انصح له انسيستد لارفا. خلي بالك انه الانسيستد لارفا هي اللي راح اشوف انا من اخذ بايوبسي من المسل، من اخذ خزعه بالمسل حتى اكشف عن هاي الدوده راح اشوف ان انسيستد لارفا. اذا الانسيستد لارفا هي الطور المصيب الهاي التراكنيلا سبايرالز. فيقول لي the larva becomes insisted، راح تكون تغلف نفسها بسيست، تمام، in the striated muscles fiber، وين؟ بالالياف مع العضلات الهيكلية. هنا كذاك حكينا على الميل ادولت اوف ترايكونيلا سبايراليس، قلنا الطول مال تجد without the spacule، ما بي spacule بس بي شنو؟ بي تو كونيكال بابلي، او شنو سمينا هنا اذا نرجع هنا كلاسبينج بابلي. اذا المسؤولات عن عملية كابلايشن. هاي الصورة الدكتور قال انه هي مال فيميال، اوكي، فخاف تجينا عملي منا منا، فكتبوا يم هاي للفيميال. هسه اجينا للترايكونيلا سيست. ترايكونيلا سيست، طبعا خلينا نعطيكم فد معلومة، من اخذنا الجراحة السيست والالسر والساينس وغيرها والفستولة، كان اكو عندي انواع السيست، يقول باراسيتك سيست، حلو، او باراساتيك سيست، زين، واحده من ضمنها كاتب لي ترايكونيلا، واحده من ضمنها ترايكونيلا، شنو يعني؟ سيست هو عباره عن حافظ راح تحافظ لي او تحفظ لي فتشي، اوكي؟ هنا ترايكونيلا سيست هاي اللارفا، هاي اليرقه مال الترايكونيلا سبايرالز اللي طرحتها الفيميل راح تنغلف تتغلف بسيست. منين يجي لها هذا السيست؟ يجي لها من مكونات المسلز، من مكونات المسلز. فشوف شو يقول لي، يقول the cyst is formed، هذا الكيس راح يتكون لي by the tissue reaction، عن طريق عملية تفاعل التشو ويا من؟ ويا اللارفا، تفاعل التشو ويا اللارفا، فعن طريق تفاعل tissue reaction around the encapsulated larva. اللارفا راح تكون محاطة بكابسول، حلو، فكبسولة مثل صفارة، مثل العفو كبسولة البيضة، وراح تجي فوقها راح تتغلف بشنو؟ راح تتغلف بسيست، زين؟ نعيدها حتى نوضحها، انه هي اكو عندي انكابسوليتد لارفا، لارفا تكون مغلفه بكبسول، راح تتفاعل ويا التشو، يعني التشو اللي هو ماسكولار تشو، وتنحاط بسيست، فشو يصير اسمه؟ يصير اسمه انسيستد لارفا، انسيستد لارفا. النقطة الثانية شنو يقول لي؟ يقول لي السيست ديفلوب، هاي السيست او نقدر نقول الانسيستد لارفا راح تتطور، وين تتطور؟ بالمسلز، بالمسلز اللي هي العضلات، بالتحديد الدايفرام الحجاب الحاجز، البايسبس اللي هي العضله الثنائيه مع عضلات الارم، مسلز اوف جو عضلات الفك، اكسترا اوكلر مسلز، وهي عندي فد معلومه عليها الاكسترا اوكلر مسلز ناخذها بالكلينيكال فيتشرز، النك عضلات الرقبه، لور باك عضلات السفليه للظهر. زين، هنا هذا السؤال جاي، هذا هنا سؤال جاي بنهاية المحاضرة كذلك نحله من أسئلة المصدر. إن يقول لي، عفوا، يقول لي the deltoid muscles، deltoid muscles هي أحسن عضلة أقدر أخذ من عندها بايوبسي، أخذ من عندها خزعة حتى أكشف على اليمن، حتى أكشف إنه أشوف إن أكو insisted larva لولا مال trichinella spiralis. فيقول لي the deltoid easily accessible، يعني بسهولة أقدر أخذ معتها فت خزعة. Is chosen for taking diagnostic muscle biopsy، أقدر أخذها معتها شنو؟ أخذ معتها خزعة. إذا خلوا بالكم الخزعة ما ترايكونيلا سبايرالس هي تنوخذ من أي مكان، بس يفضلون تنوخذ من الدالتويد، لأن الخزعة من المصل مو سهلة، بينما هاي العضلة راح تكون يعني إذا أخذنا معتها ما راح تتأثر هواية. أوكي،
اللي بالاخير انا قلت لكم انه هاي اللاربا او الانسست لاربا راح بر 18 الى 20 شهر راح تتعب تتكيس تتكلس العفو او تتكدس وتموت. فيقول the larva remains infected inside the cyst. اللاربا اليرقة بداخل السيست بداخل هاي الكيس نقول عليه راح تبقى هي تعدي infective for years لسنوات اوكي تقريبا سنتين او اكثر must become classified and die. بعدين شو راح يصير بيها؟ راح تتكدس او تتكلس وتموت. هذا مقطع عرضي، مقطع عرضي لمن؟ للمصلز. جاي نشوف شنو؟ جاي نشوف هاي الترايكنلا سبايدرز وبالتحديد الانسيستد لارفا. خلوا ببالكم الانفكتيف فورم او انفكتيف ستيج اللي هي انسيستد لارفا اوكي موجوده بالمصلز. حلو، بس هنا جاي يشوفون انه هي صارها بالطول او جاي يشوفون صار مثل الدعبولات. لا، هاي لان ماخذينها مقطع عرضي، لان ماخذينها مقطع عرضي فهي مبينه هيج. انسيستد لاربا اوف ترايكنلا سبايرالس. جاي يشوفون شلون تكون شكلها حلزونيه اوكي وكويلد ملفوفه. فيقول لي يكون 0.5 to 0.25 مليمتر هذا الطول مالتها. ان هوست سترايتد مسلز، وين القى الانسيستد لارفا؟ لا القاها بالسمول انتستين ولا القاها بغير مكان، راح القاها بالسترايتد مسلز بالعضلات المخططه. Maybe classification ممكن راح يصير بها classification بعد 18 شهر أو أكثر classification وراها تموت. هسه وصلنا للايف سايكل مال هذا الباراسايت. نخلي ببالنا إنه هو ما بي free living stage، ما بي يتطور راح يكون بي هو free، لا بس بي infective stage تطور معدي. زين، بعد نخلي ببالنا انه هو دايركت لايف سايكل مباشرة قبل انتقل الى جسم الانسان او جسم البيكس الخنازير، وقبل سينجل لايف سايكل دورة حياة واحدة. اوكي يعني شلون؟ اقلك بالانسان بدورة حياة واحدة، يعني هو انتقل الى جسم الانسان بعد هاي هي هذا مثل ما نقول انسجنت بجسم الانسان، ما تقدر تنقل الى غير يعني هيومن. ليش؟ كذلك نرجع للقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أيحب أحدكم أن يأكل من لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ صدق الله العلي العظيم. يعني شنو؟ يعني هي ما تنتقل إلا إذا الإنسان يأكل لحم الإنسان. ليش؟ الإنسان يأكل المسلز العضلات مع الإنسان المصاب، وهذا الشيء منافي حتى للإنسانية وللإسلام والكل شيء أوكي، فما يصير. ف بالانسان راح تكون سنجل لايف سايكل. قلت فهمتكم يعني شلون؟ يعني سنجل لايف سايكل انه هي تكدست بعضلات الانسان وهي بعد تموت بعضلات الانسان، ما تقدر تنقل لانسان اخر. ليش؟ تنقل بحاله واحده الا الانسان ياكل الانسان. بينما بالحيوانات لا، بالحيوانات عادي مثل الخنزير اجلكم الله عنده عادي انه صاحبه مات يروح ياكل اللحم مال صاحبه. كذلك جو الصاحبة يكون مصاب بهذا التراكنولا سبايرالس، اجى هو اكل المسلز مالته فانتقل اليه. اوكي، فقلت لكم انه بالانسان راح تكون سينجل سايكل ودوره واحده، دوره حياه واحده، والسبب انه الانسان ما يصير ياكل الانسان. اوكي، فالدايركت لايف سايكل بوت اونلي ا سينجل سايكل اوكر ان وان هوست، دورة حياة واحدة تصير بهوست واحد. Optimum host يعني النموذج المثالي هو البيك أوكي، وهي تنتقل إلى البيكس أكثر شيء. أما عندي المان كذلك ممكن يكون إضافي كهوست إضافي عن طريق أكل لحم الخنازير المصاب بالترايكنلا سبايرالس وبالتحديد insisted larva. المان is the dead end of the parasite. الهيومن هو مثل ما نقول السجن اللي راح تموت بيه هاي الباراسايت. ليش؟ لان ما تنتقل الى انسان اخر. ليش؟ لان ما الانسان ما ياكل لحم اخيه او ما ياكل لحم الانسان الثاني. اوكي، as the cyst in human muscles are unlikely to the
2P eaten by another host، لأن السيست راح تكون بالمصوص بالعضلات مال الإنسان، وما يصير تنتقل أو ما تنقل إلا يأكل الشخص من لحم الإنسان المصاب، وهذا الشيء كنا ما يصير. Infected form قلت لكم ما حلول عليها ألف خط، منو الشكل أو الطور أو الشكل نقدر نقول المعدي insisted larva، اللي وين موجودة insisted larva؟ أول ما بداية المحاضرة قلت لكم بأول سلايد، موجودة بالمسلز بالعضلات، مال منو؟ مال الهيومن، مال الدببة، مال الجرذان، مال بيكس الخنازير. أوكي زين، على سبيل المثال نفرض أنه أكو عندي خنزير، هذا الخنزير مات. أوكي راح يجي خنزير آخر يتغذى على هذا الخنزير زين، فأول ما يجي شو يسوي؟ ياكل من اللحم. ايش راح ياكل هو؟ راح ياكل الانسيستد لارفا اللي موجوده بالمسلز. اوكي بعد ما اكل الانسيستد لارفا اللي موجوده بالمسلز بيها سيست، هاي اللارفا ايش بيها؟ بيها سيست، فيقول لك ما دام بيها سيست هي ما تقدر تخترق السمول انتستين الابيثيليوم او الميكوزا مال السمول انتستين، فعن طريق الجاستريك تشوز العصاره الهضميه اوكي مال المعده مال الخنزير راح السيست يذوب، فيصحوا له اكزيستيشن. اكزيستيشن يعني راح تطلع منين؟ تطلع السيست، العفو تطلع اللارفا من السيست. اوكي طلعت من السيست، من ساعتها بهذا الشيء ساعتها الجاستريك تشوز العصاره الهضميه اللي هي HCL حامض حللت هذا السيست، خلت اليرقه تخترق السمول انتستين. بعد ما اخترقت السمول انتستين وين راحت؟ سويت لها انفيجن تمام، انتشرت وين راحت لي؟ راحت لي الى المسلز، بالمسلز انحطت بسيست، بالمسلز كذلك رجعت انحطت بسيست. اوكي فهاي هنا انا اقول لي وين بورك او اللي هو البيك نفسه ميت is eating cyst are digested by the gastric tubes، هذا السيست راح تتحلل بالجاستريك تشوز وراح تطلع اللارفا، لارفا ار ريليست، راح تطلع بواسطة عملية سميناها اكزيستيشن اللي هي عملية راح تطلع من اللارفا من السيست، من ساعته ساعة العصارة الهضمية. ليش طلعت من السيست؟ حتى شنو؟ حتى بينت رايت تخترق ميكوزال ابيثيليوم، الابيثيليوم مال من؟ مال ميكوزا مال السمول انتستين بالتحديد الجيجنوم والديدنوم. اللي بيكم ماتشور within days، الفيميل من راح تخلي يرقات او راح تحمل بيرقات تقريبا الف يرقة، هاي الف يرقة ايام قبل راح تفقس تمام، راح تطلع اليرقات وين؟ بالمصل، تروح للمصل. زين هنا شنو يقول لك؟ this larva enter the intestinal lymphatics، يعني هاي اللاربا راح تدخل لوين؟ تدخل بالانتستينال lymphatics، هي مو اخترقت من منين؟ مو اخترقت من الميكوزا، بعد الميكوزا وين راح تروح؟ راح تروح لللمفاتكس انتستينال lymphatics او تروح للميزنتريك فينيولز، يعني الاوردة او اللمفات مات من مال الميزنتريك اللي هي الامعاء، وراها وين راح تنتقل؟ وراها راح تنتقل للسيركوليشن للدورة الدموية، وراح تروح لوين؟ راح تروح للعضلات، ويصير بيها ديبوزيشن وين؟ بالمسلز. اوكي ويجيك مرات تروح لوين؟ تروح للسنترال نيرفوس سيستم، اذا نخلي بالنا تروح وين؟ تروح للمسلز وتروح للسنترال نيرفوس سيستم، هاي لازم هنا انطبخها مسلز ومنو والسنترال نيرفوس سيستم، لان هاي عندنا بنهايه المحاضره بكلينيكال فيتشرز كلش مهمه على المسلز وايضا على السنترال نيرفوس سيستم. زين يقول لي اكو عندي بعد ملاحظه اللي هي المسل سيل، الخلايا العضليه carrying larva اللي راح تكون تحمل لي هاي اللاربا، شو نصيح لها؟ انصح لها nurse cell، يعني خلوها ببالكم انه الخلايا العضليه اللي تحوي لي التراكنيلا سبايرالس لاربا، اصيح لها شنو؟ اصيح لها nurse cell. زين يقول اللاربا من هذا السلايد، يقول اللاربا رومين راح تبقى insisted مغلفة تمام tightly coiled
in striated muscles in human body. يعني هاي اللاربا راح تكون مغلفة وراح تكون ثابتة بقوة وين؟ بال striated muscles بال human body. يعني راح تبقى ثابتة وين؟ بالعضلات مع الإنسان. Pathogenesis ممكن يسبب لي أمراض، من هاي الأمراض هي myositis التهاب بالعضلات، أو أيضا basophilic degeneration of the muscles. يعني راح تتجمع عندي الان راح اسوي لي شنو؟ راح اسوي لي انفلاميشن، فراح البيزوفيليك او راح الخلايا المناعيه كلها راح تترسب هوايه وبكثره وين؟ بالعضلات، وراح تطلع بالاندر مايكروسكوب راح تطلع لي انه اكو تجمعات منين؟ من البيزوفيل. سهله الستيجز، يعني المراحل مال هاي الدوده. اول شيء اجت لي منين؟ اجت لي من الاكل. عبرت لي الانتستاينال، راحت لي للعضلات، بالعضلات صار بيها سيست. اوكي، بقت مشودره وين؟ مشودره بالعضلات. فاول ستيج عندي هو انتستاينال انفيجن، اخترقت لي الانتستاينال ابيثيليوم. ثاني ستيج عندي وصلت لي عن طريق السيركوليشن، الدوره الدمويه وين؟ للمسلز، للعضلات، وبقت لي بالعضلات. ثالث ستيج اللي هو صار بيه انسستيشن. انسستيشن عكس الاكزستيشن، نميز بيناتهم. الاكزستيشن اللي اخذته فوق قلنا انه الخنزير اذا اكله صاحب الخنزير وصاحب الخنزير ميت وبي شنو؟ وبي لارفا بعضلاته، فهاي اللي هي انسستد لارفا، فهاي اللارفا راح تدخل وين؟ تدخل للمعده مال الخنزير، تكون بيها سيست، ما تقدر تخترق الابيثيليوم، لازم تطلع من السيست بعمليه سميناها اكزستيشن وتروح تخترق الابيثيليوم. بس هنا لا، هنا بالستيجز اجت لي من الابيثيليوم، هي وين راحت لي؟ راحت للمسلز، بالمسلز صار عند رياكشن تفاعل ويا المسلز فايبر او ويا المسلز تشو، وصار بيها انسستيشن، انحاطت لي بتكيس. يعني جينا للشغلات المهمة اللي هي الكلينيكال فيتشرز، الشغلات المهمة والكلش حلوة، تمام؟ ولازم تعرف ليش، لأن من يجي لك مريض أنت كذا كذا كذا، أنت خلي بالك إنه هو infected by trichinellus biralis. فأول كلينيكال فيتشرز عندي هو الفيبر. ليش يصير عندي فيبر؟ يصير عندي فيبر لأن عندي inflammation، صار عندي inflammation. هاي الانسستد لارفا راح تبقى وين موجوده؟ موجوده بالمصوص، وراح تاكل بالمصوص، راح تجي للخلايا المناعيه ويصير عندي شنو؟ يصير عندي كوسيله دفاعيه اللي هي فيبر. عندي مايالجيا اللي هي الم بالعضلات. ليش؟ لان هاي اللارفا متكدسه وين؟ متكدسه بالعضلات، فالعضلات اللي راح يكون بيها انسستد لارفا راح يكون بيها الم. بعد بيري اوربيتال اديما، خليني اقول لكم ليش بيري اوربيتال اديما. انا قلت لكم هي راح تصيب الاكسترا اوكيلار ماسلز، اوكي، عضلات مات من مالات العين، عضلات مالات العين اللي هن الريكتاي وغيرها، اوكي. فمن صابت لعضلات العين راح يصير الانفلاميشن، اوكي. واحدة من الساينس من علامات الانفلاميشن انه اديما، فراح يصير عندي اديما وين؟ بيري اوربيتال، هنا بهاي المنطقه، اذا بوضح لكم بهاي المنطقه راح يصير عندي اديما. ليش؟ لان هي اخترقت لي الاكسترا اوكيلار ماسلز، عضلات مالات العين، وشنو سببت لي؟ سببت لي انفلاميشن، وواحده من علامات الانفلاميشن اللي هي الاديما. ويكنس اوف افكتيف ماسلز، العضلات اللي راح تكون بيها هاي الانسستد لارفا راح تكون ويكنس، يعني بيها تعب، اوكي، وبقوه الحركه. هيموراج، راح يصير عندي نزف. نزف وين؟ ان سب كونجكتيفي and nubits. هسه خلينا نركز وين موجوده؟ موجوده النزف راح يكون بالسب كونجكتيفا، هاي ملتحمه العين، راح يكون النزف هنا بالملتحمه العين، اوكي. والشيء كلش مهم انه راح يصير عند سبلنتر هيموراج. شنو هو السبلنتر هيموراج؟ هذا جاي اذا نكبر، هذا هو السبلنتر هيموراج. الكابيلاري اللي موجوده بالنيلز بالاظافر راح تفرقع على قولتهم، راح تطق، زين، راح تطق الاظافر، مو الاظافر، الكابيلاري الموجودة بالأظافر وتنطيني هذا الشكل. فالسبلنتر هيموراج هو أحد الكلينيكال فيتشرز مالت من؟ مالت ترايكنال سبايرالس، وهذا الشكل ليش مهم. ممكن إذا راحت للهارت
السبب الميوكاردايتس if heart muscles are involved. إذا راحت لوين؟ إذا راحت للهارت muscles راح يسوي الالتهاب بعضلة القلب. وإذا راحت وين؟ للcentral nervous system يسوي لي encephalitis أو encephalitis اللي هو التهاب general بالدماغ. زين بعد قال لي eosinophilia is a constant feature of this stage. يعني عندي خلايا الايوزينفيل او ايوزينفيلز راح تكون تزداد، وانا نعرف انه تزداد بالباراسيتيك انفكشن هوايه الايوزينفيلز. اكلي ذا ستيج از سين 1 تو 4 ويكس افتر انفكشن، يعني اسبوع الى اربع اسابيع، اسبوع الى شهر من الانفكشن او شخص انتقل لعدوى بهاي التراكنيلا سبايرالس راح شنو راح تظهر عليه هاي الكلينيكال فيتشرز كلها. لابورتر دايجنوسيس شلون اشخص هذا المريض اللي يجيني؟ يا اما دايركت ميثود يا اما اندايركت ميثود، طبعا هي شغل عملي اكثر شيء. بس نقرا اساميين، يجوز اساميين شوي مهمه لان اكو سؤال بالاخير جاي بس على اسماء. اكو عندي دايركت انه اجي مباشره عن طريق المسل بايوبسي، قلت لكم اكثر شيء دلتويد مسلز ياخذونها. بعد اكو عندي ستول اكزامينيشن. اوكي زين اندايركت اروح اسال المريض اخذ من عنده هيستوري، اقول له يابا انت ماكل لحم خنزير؟ اوكي يقصر لك وين ماكل لحم خنزير؟ او ايضا اسوي بلاد اكزامينيشن. ليش؟ لان قلنا هي راح تنتقل منين؟ راح تنتقل من السمول انتستين ابيثيليوم وتنتقل وين؟ للسيركليشن وتروح للمسلز. اوكي فممكن يفيدني البلاد اكزامينيشن. وممكن اشوف الايوزينفيل صاعده، الايوزينفيل صاعده هوايه. قلنا الايوزينفيل اذا صاعده فهايبرستيك انفكشن. اوكي اسوي سيريولوجي، سيريولوجي اللي هو الايزا ما الايزا. ممكن اسوي راديولوجيكال اكزامينيشن، فحص المن فحص اشعاعي او اشعه. تمام ليش؟ لان بالاشعه راح اشوف ان انسيستد لارفا موجوده وين؟ موجوده بالمسلز. زين بي سي ار ممكن اسوي. وايضا هذا المهم، هذا كلش مهم لان جاي علي سؤال بنهايه المهم اللي هو باكمان تيست. باكمان تيست لمن يستخدم؟ يستخدم للدياجنوسيس حتى ادجنس بي التراكنيلا سبايرالس. هسه وصلنا للتريتمنت، شلون اعالج شخص مصاب بالتراكنيلا سبايرالس او تراكنوسيس؟ اعالج انطي البندازول اند ميبندازول. اوكي اذا كان سيفير انفكشن، اذا كان عنده كلش هو يعني انفلاميشن، جسمه كله بانفلاميشن التهابات، فانطي كورتيكوستيرويد اللي هي ستيرويد. هذا اني انتي انفلاماتوري، يعني فد معلومة اضافية لكم انه ليش انطي انا كورتيكوستيرويد؟ لانه هو صار عنده انفلاميشن او جسمه كله بالتهابات، فانطي مضاد للالتهابات اللي هو الستيرويد. اوكي فان اجل تريتمنت البندازول ميبندازول وانطي شنو؟ انطي كورتيكوستيرويد. ليش؟ هو انتي انفلاماتوري. طبعا لهنا انا خلصت نهاية المحاضرة، نجي نحل الأسئلة. أول سؤال عندي يقول لي اللارفا found in muscles is يعني اليرقة موجودة بالمسلز، منو؟ نركض نركض قبال للتريكونيلا سبايرالس. إذن الجواب هو أي، الجواب هو أي. تمام يقول لي which of the following is not a neuroparasite. زين هسه هاي الباراسايت اللي اخذناها اللي هي تراكنيلا سبايرالس راح تكون نيورو باراسايت لو مو نيورو باراسايت؟ يعني راح تخترق لي السي ان اس سنترال نيرفوس سيستم لو لا؟ اذا نذكر انه تخترق لي السنترال نيرفوس سيستم. اذا تراكنيلا سبايرالس هي احد الباراسايت اللي تخترق لي شنو؟ السنترال نيرفوس سيستم. وعندي النجليريا وعندي هاي كذلك تينا سوليوم راح تخترق لي السنترال نيرفوس سيستم. اذا الجواب هو البي، هاي ما تخترق لي النيورون خلايا العصبية أو الدماغ اللي اسمه أكانثاميبا. أكانثاميبا زين. Which of the following is viviparous؟ شنو معنى viviparous؟ يعني ولودة. أوكي من توني أخذناها اللي هي تراكنيلا
spirals. الجواب هو B. Best site, الجواب الرابع, best site for taking biopsy for diagnosis of trichinosis أو trichinosis. أفضل مكان أقدر أخذ من عدة بايوبسي حتى أشخص الانسيستد لارفا أو بهذا المرض اللي هو trichinosis اللي هي أي deltoid muscles, وهشرحناه أكيد. Pacman test, اللي من أستخدمه بdiagnosis شنو؟ diagnosis اللي هو P trichinella spiralis. هذا السؤال الأخير طبعا هو موجود بمزامة بس أنتوا أحفظوا, إنه اللارفا مال التراكنال سبيرالس شلون ممكن احطمها وشلون ممكن تموت؟ ممكن تموت. الجواب هو بي, ديب فريزنج اوف ميت. هذا اللحم مال الخنازير يتجمد بشكل يعني يبقى لفتره طويله متجمد, ممكن هو هذا راح يكون مسؤول عن ديد يقتل لي اللارفا مال التراكنال سبيرالس. لهنا انا وصلنا وياكم لنهايه المحاضره, يعني قدرت انه اشرح كل شيء بالمحاضره, يا رب تكون استفادت ومنعته. اي سؤال او اي استفسار راح يكون موجود بالقناه اللي هي استاذ علي, وكذلك راح انزل لكم اسئله هوايه عن هاي المحاضره. مع السلامه.